الحمد لله الحي الباقي الذي أضاء نوره الآفاق ورزق المؤمنين حسن الأخلاق وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على الصعاب والمشاق، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والشقاق، ونسأله السلامة من النفاق وسوء الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، حليم كريم رحيم مجيب الدعاء. وفي النجوى أبث إليك شكوى فتسمعني وتمنحني الجزيلا. إلهي ما دعوت سواك فاكشف كروبي وانسف الهم الثقيلا. فكم حققت لي حلما بلطف وكنت أراه أمرا مستحيلا. ومن إلاك أنعم بالعطايا وأرشد غافلا ضل السبيلا. فهب لي خلد عدن بعد موتي وفي الدنيا اكسني سترا جميلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد جميعًا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صاحب الوجه الأنور وصاحب الجبين الأزهر، هو نور سرى عم الورى، غيث روى قلب البشر، السعد جاء بلغ المدى، ورسولنا نبع النهر بسراجه وبنهجه، رحل الأسى زال القطر، ونبينا شمس لنا كيف العيون بلا بصر. يا رب صل على محمد عدد الحجر وعدد الشجر وعدد حبات المطر، صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، سأتحدث اليوم عن أمر أمهد له بهذه الأحداث الثلاث. الأول، في يوم من الأيام تخرج شاب في كلية الاقتصاد والتجارة من أرقى الجامعات العالمية، وبعد أن أنهى الشاب دراسته عاد إلى والده حتى يساعده في تجارة بيع الأجهزة، بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية الخاصة به. وبعد أيام قليلة من العمل لاحظ الشاب أن أباه يتبرع كل شهر بثلاجة أو فرن أو غسالة لشخص محتاج من الفقراء أو الأيتام أو الأرامل، فتعجب الشاب من هذا الأمر واعترض عليه بشدة بحجة أن ذلك خسارة للعمل والتجارة. بدأ الشاب يحسب تكلفة هذه التبرعات شهرياً وسنوياً كما حسب المبلغ خلال 10 سنوات، وماذا لو تم استغلال هذه الأموال في زيادة رأس المال وزيادة الربح والعمل والتجارة. وخرج بأرقام عالية وأموال كثيرة لا يستهان بها. وهكذا قرر أن يناقش والده في هذا الأمر
وحاول أن يقنعه أن يتوقف عن هذا العمل الذي يضره، فهو يخالف المنطقة التجارية وكل ما تعلمه من قوانين الاقتصاد والتجارة في أكبر جامعات العالم. ما كان من والده إلا أن ابتسم في هدوء وسأله سؤال بسيط للغاية، قال: يا بني، هل الأغنام أكثر عدداً أم الكلاب؟ فقال الولد على الفور: الأغنام بالتأكيد أكثر. فسأله الأب: وكم تلد الكلاب بالسنة وكم تلد الأغنام؟ فقال الولد: الكلاب تلد أكثر من مرة، وفي كل مرة 5 أو 6 وربما أكثر، بينما الغنم لا تلد في العام الواحد سوى خروفاً أو 2 على الأكثر. فتابع الأب قائلا: وهل الناس تأكل لحم الخراف والأغنام أو لحم الكلاب؟ ازداد تعجب الشاب من الأسئلة، وهو لا يدري ماذا يريد أن يقول له والده، لكنه رد على أي حال قائلا: بالطبع الناس تأكل الخراف والأغنام. فقال له الأب: طالما الكلاب تلد أضعاف الغنم، وطالما الناس تأكل الخراف والغنم ولا تأكل الكلاب، لماذا إذن عدد الخراف أضعاف أضعاف عدد الكلاب؟ سكت الشاب ولم يستطع أن يجيب على هذا السؤال. أكمل الأب حديثه قائلا: يا بني، هذه الأمور لا تدرسونها في أكبر الجامعات في العالم، هذه هي البركة وهذه هي الصدقة وعمل الخير الذي يزيد المال وينميه ولا ينقصه أبدا، فهي تجارة رابحة مع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. رواه الترمذي. هذه هي الحادثة الأولى، واسمعوا إلى الثانية يا عباد الله، والتي هي أعجب من الأولى في فضل هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه. كانت هناك معلمة تعطي دروساً لمجموعة من النساء وتحثهن على الصدقة والتصدق، وبعد أن انتهى الدرس وحتى تتأكد المعلمة أن الجميع فهم الدرس جيداً، فتحت صندوقاً لجمع الصدقات للفقراء، وهمت كل سيدة موجودة كانت تحضر الدرس همت في التصدق بما لديها من أموال، بل وهناك من لم يكن يملكون المال الكافي، فأخذوا يتصدقون من حليهم، فمنهم من خلعت قرطها ومنهم من خلعت سلسالة. وكان وسط الجالسين امرأة كبيرة ميسورة الحال، كانت ترتدي عقداً يتكون من حبات اللؤلؤ الخالصة، فقامت بالتصدق بهذا العقد، وهنا رفضت المعلمة أن تأخذه، وقالت لها: إن هذا العقد ثمين جدا لا أستطيع أن أقبله. لكن المرأة أصرت بالتبرع به. وفي اليوم التالي ذهبت المعلمة لتاجر الحلي لتبيع ما حصلت عليه، ومن ثم تتبرع به للتصدق. ولما رأى تاجر الحلي العقد الثمين انبهر به كثيرا، وقال لها: يا له من عقد ثمين، لكن لتثمنيه يجب أن أزيل كل لؤلؤة على حدة أولا، فهل توافقين؟ فوافقت المعلمة. أتى التاجر للمعلمة وهو خائف وقال لها: عندما أزلت الحبات من مكانها وجدت أسفلها قصاصات من شعر وأظافر نسائية، ولعل هذه الأشياء أحد أعمال السحر. وهنا أدركت المعلمة أنها أمام قصة عجيبة عن فضل الصدقة. وفي الجمعة التالية قابلت المعلمة المرأة التي تصدقت بالعقد، وقالت لها:
كيف أخبارك؟ كيف أمورك؟ قالت لها: لقد كنت أنا وأولادي وزوجي في شتات وفرقة ونفرة عظيمة، وبمجرد أن تصدقت بالعقد جلست أنا وأولادي وزوجي على سفرة واحدة لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة، بل أصبحنا نتسامر ونضحك بشكل طبيعي كأن لم يكن شيئا. أرأيتم يا عباد الله؟ ثم قالت لها المعلمة: هذه الصدقة منعت عنك الأذى، وقد كان العقد به سحرا. وهنا اندهشت المرأة وقالت: كيف ذلك؟ فقد أهدتني العقد صديقتي المقربة، وكنت أحبها لدرجة أنني لا أخلع العقد حتى أثناء نومي. فلله الحمد الذي زال الغمة، الذي أزال الغمة عن بصيرتي وجعلني بفضله لا أشقى أبدا. أما الثالثة يا عباد الله، فإني أحدثكم عن رجل أعرفه عن قرب، ولعله يكون بيننا في هذا المسجد، وقد سافرت معه وألفيته كريما يحب الخير. أصيب بمرض أعيا الأطباء وعجزوا عن علاجه، وأصبحت يقول عن نفسه، يقول: أصبحت في حال يعلمها الله من اليأس والتعب، حتى أصبحت أنتظر الموت، حتى فتح الله علي بالصدقة، فأصبحت أتصدق كل يوم صباحا ومساء بنيتي أن الله يشفيني. قال: ومرت الأيام وأصبحت أرى فرقا واسعا وبونا شاسعا في صحتي للأفضل، إلى أن جاء اليوم الموعود والتقيت بالطبيب المعالج وطلب إعادة التحاليل. فلما رآها انبهر واندهش وقال لي: والله لا يوجد أي مرض مما كان في السابق، ماذا عملت؟ أي دواء أخذت؟ فلما أخبرته قال: لا إله إلا الله، إن الله على كل شيء قدير. أرأيتم يا عباد الله كيف أثر الصدقة؟ إن الصدقة كالبئر الواسع الذي إن رميت به، إن جعلت فيه دلواً، رجع إليك ممتلئ وبه من الخيرات ما الله به عليم. نعم، رجع إليك دلوك وبه من الخيرات التي لا تنتهي. حديثنا يا عباد الله، حديثنا عن الصدقة، الصدقة يا عباد الله وأثرها العظيم. الصدقة وقاية من النار، والصدقة إطفاء لغضب الجبار ومسح للخطيئة. الصدقة ظل لصاحبها يوم القيامة. الصدقة سبب للشفاء من الأمراض القلبية والبدنية. الصدقة يا عباد الله سبب بالفوز بدعاء الملائكة بالخلف والعوض. الصدقة سبب في البركة، وسبب لدخول الجنة وللنجاة من النار. الصدقة سبب تفرح القلب وتجلب الرزق وتحفظ المال وتدفع البلاء وتقي مصارع السوء. الصدقة يا عباد الله تستر كل عيب وتزيد في العمر وتستجلب أدعية الناس وتشفع لك عند الله. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عباده المحسنين، ومن عباده المتصدقين، ومن عباده المتقين الصالحين. اللهم آمين. اللهم اجعل أعمالنا صادقة خالصة صالحة. اللهم آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى وسلم عليه الله.
أما بعد عباد الله، لقد أنشأت الدولة وفقها الله منصة إحسان، وهي منصة وطنية للعمل الخيري، تتيح للفرد التبرع في مجالات متنوعة. وتتميز هذه المنصة بالموثوقية، إذ تشرف على هذه المنصة جهات حكومية عديدة. فنسأل الله التوفيق جميعاً للخير ولما يحبه الله ويرضاه. فالبدار البدار يا عباد الله، ما دمنا في زمن الإمهال. اللهم يا سميع الدعاء ويا واسع العطاء ويا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم إن أمورنا كلها بيدك، تجريها بحكمتك وتحوطها برحمتك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك سؤال الواثق بك، الطامع بكرمك، المقصر في حقك، الراجي لرحمتك، أن تهب لنا من لدنك عفواً وصلاحاً وإصلاحاً وتوفيقاً وتيسيراً وفرجاً وحفظاً من كل وباء وبلاء. اللهم إنا نسألك صلاح الحال والعيال وراحة البال، ونسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. اللهم إنا نسألك توفيقاً يرافق خطانا وسعادةً تملأ قلوبنا. اللهم احمنا من أحزان تسكن قلوبنا وعيوننا، ومن أخبار تقطع طرق سعادتنا، ومن أمراض تنزع عافيتنا، وأعذنا من هموم الدنيا وأوجاعها. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والرحمة للميت، والإجابة لمن دعاك، والإجابة لمن دعاك، والإجابة لمن دعاك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقبل توبتنا، واختم بالصالحات أعمالنا. يا خير من سئل، يا خير من أعطى، يا خير من أجاب، أجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا، أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لمن بنى لهذا المسجد، اللهم كما جمعتنا في هذا البيت بيت من بيوتك، اجمعنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.